خلينا نشوف مشهد لمعتصم النهار من مسلسل ما في. بحبك فارس. وأنا بحبك. معتصم النهار يتجه لكي يكون الممثل السوري الأول، خطأ أم صواب؟ ليش خطأ؟ ما عم بسألك. لا صواب. صواب رح يكون الممثل السوري الأول؟ يعني تقييم الممثلين السوريين ما عاد من سوريا. شو يعني؟ من برا يعني. يعني هن بيقرروا مين الممثل الأهم. قصدك يعني حسب يعني الصباح مثلا بيقرر أوقات مين أنا أهم ممثل. لحظة 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 لحظة، تقييم الممثل السوري الأفضل انسحب من الجمهور السوري وصار عند المنتجين؟ هلا هو على فكرة من زمان انسحب التقييم من الجمهور، صار لشركات الإنتاج وبعدين صار للإعلان. أنت ما لك محل بالدراما العربية المشتركة؟ ما بعرف، أنا ما بسعى على هيك شيء يعني. ما بتسعى، إذا إجاك ما بترفض؟ لا طبعا ما برفض.